طرفا. انتم متصورين لما يجي وزير الخارجيه الامريكي الى هنا ويطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يدخل في التحالف الدولي بتاع البحر الاحمر ويرفض، ده بيمر مرور الكرام؟ تبقوا غلطانين. انتم متصورين لما الرئيس السيسي يرفض التنسيق مع اسرائيل وتمارس ضده الضغوط من امريكا، نسق في بوابه رفح، هم موجودين من هناك وانت موجود من هنا، يقول لهم ابدا، لازم اسرائيل تنسحب اولا، والا فليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني. عندكم معبر كرم ابو سالم، ما تبعتوا عبر المساعدات، ما انتم بتتهموا مصر ان مصر هي السبب، ان مصر ما بتدخلش مساعدات. انا عايز اسمع الابواق التي تتحدث بلغه مسمومه. ما بتتكلموش ليه على معبر كرم ابو سالم؟ ما بتتكلموش ليه على العدو الصهيوني صاحب الجريمه الاساس الذي يخوض حرب اباده ضد اهلنا؟ ما بتتكلموش ليه على التاريخ؟ ما بتتكلموش ليه على محمد بديع لما جه هنا ووقف وقال ايه يعني لما ندي مخيمات لاخواننا الفلسطينيين في سيناء؟ يعني انت عايز تصفي القضيه الفلسطينيه؟ يعني انت عايز تهجر الفلسطينيين؟ مصر ما عملتش كده يا ساده. عبد الفتاح السيسي ما عملش كده من اول يوم ومن اول لحظه. لا للتهجير. التهجير خط احمر. مش ده امن مصر القومي؟ مش ده امن مصر الوطني؟ مش ده الحرص على تصفيه، على عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه؟ ده ولا مش هو؟ ماذا تريدون من مصر؟ عايزين ايه؟ مصر متحمله بلاوي ومشاكل وازمات للصبح. مصر بلد ما بتعرفش تفرط في ثوابتها. مصر عندها حاكم وطني وقف تحت جدار الامم المتحده من اول ما وصل السلطه وراح واتكلم عن القضيه الفلسطينيه وحق الفلسطينيين في اقامه دولتهم الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه في وقت كانت القضيه الفلسطينيه قد توارت للخلف بفعل جماعه الاخوان واحداث ما سمي بالربيع العربي اللي دخلونا في نفق مظلم، اللي ارادوا طمس هويه الوطن والامه، اللي ارادوا يحاكموا الناس على اساس انتمائها الديني، اللي بداوا يعاملوا الناس على انهم عبيد في حظيره الاخوان. مش هو ده؟ ولا نسيتوا؟ مش الكهرباء اللي كانت بتتقطع 12 13 ساعه برضه؟ ولا نسيتوا؟